بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام في الوضوء، ولا بد من الطهارة الحدثية للصلاة، والطهارة طهارتان: مائية وترابية. والمائية قسمان: وضوء وغسل. فهناك مسائل تتفرع على الوضوء باعتباره طهارة تشترط الصلاة بها. من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على الحدث ولزمه التطهر، ومن علم بتوارد الحالتين لزمه التطهر. لتفصيل هذا الكلام: تارة يعلم الإنسان حالته الفعلية، الآن توضأ فهو على طهارة يصلي، أو أحدث ذهب قضى حاجة، أو استيقظ من النوم فهو محدث يلزمه أن يتوضأ، وهذا واضح. وتارة يشك في وضعه الفعلي، هل أنا متطهر أم لا؟ يلحظ حالته السابقة فيستصحبها، لا تنقض اليقين بالشك، إنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، بل تنقضه بيقين آخر. مضمون الروايات المعتبرة. زين، فينظر حالته السابقة، يقول أنا الحين دنيا الظهر يريد أن يصلي، يفكر أنا الحين متوضئ أم لا؟ يقول أنا ساعة بالـ11 قبل الظهر بساعة توضيت، لكن هل صار حدث بعد الوضوء أم لا؟ فالطهارة متيقنة سابقا، ويشك في انتقاضها، يستصحب الطهارة. ربما تنعكس القضية، يقول في الساعة 11 أنا قضيت حاجة، أتيت بأحد نواقض الوضوء، هل توضأت بعده؟ يستصحب الحدث، الحالة السابقة تستصحب. حتى لو حصل ظن على خلاف الحالة السابقة، ظن لم يجعله الشرع حجة، وهذا متصور كثيرا. مثلا هو يعلم أنه قبل ساعة قضى حاجة، ذهب وتبول، لكن كانت عادته أنه كلما أحدث مثلا يتوضأ، وهذا بالمناسبة بين قوسين هذا فعل حسن، وهو أن يكون الإنسان على طهارة، إن أمكنه
في كل أوقات استيقاظه من النوم، إن أمكنه أن يكون على طهر كلما قضى حاجة ذهب وتوضأ فهو شيء جيد. في مضمون حديث قدسي عن الله عز وجل: من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن أحدث وتوضأ ولم يصلي ركعتين فقد جفاني، ومن أحدث وتوضأ وصلى ركعتين ولم يدعني فقد جفاني، ومن أحدث وتوضأ وصلى ركعتين ودعاني ولم أجبه فقد جفوته ولست برب جاف جل وعلا. عموما الكون على طهارة من المحبوبات في الشريعة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. زين، هو عاد هالشكل يدري يعرف أنه عادة كلما مثلا قضى حاجة توضأ. الآن هاليوم يفكر يقول أنا في الساعة 11 مثلا قبل الظهر بساعة صدر مني حدث، ما أدري توضأت، أظن ظنا قويا أنني توضأت 80% 90%، لكن ظن لم يصل بعد إلى حد الاطمئنان، إلى حد الاطمئنان أو اليقين، يعتبر نفسه محدثا. الظن لا يغني من الحق شيئا، وبالعكس لو كانت حالته السابقة الطهارة وشك في الحدث مع حصول مع وجود ظن قوي بالحدث يبني على الطهارة، مثلا في الساعة 7 صباحا توضأ، أراد أن يخرج إلى الدوام فتوضأ 7 وراح. الآن 12 1 عقب الظهر يفكر: هل صدر مني حدث؟ 5 6 مرت. يظن ظنا قويا، يقول يعني معقولة هذه 6 ما صار حدث؟ عندك يقين؟ لا، ما عندي يقين. 90% ما ينفع تستصحب الطهارة. الاحتياط حسن، الاحتياط شيء جيد، لكن كلامنا الآن في التكليف الإلزامي وما يلزمه أن يفعله. الاحتياط جيد، إذا تيقن ماذا؟ باطل عمله. إذا أتى بعمل تشترط فيه الطهارة من الحدث وبعد العمل تيقن أنه لم يكن متطهرا، عمله باطل. لا بأس هذه المسألة شوية نوسعها نوضحها. هذا الكلام الذي نقوله، هناك أحكام ظاهرية وأحكام واقعية، والواقع على واقعه لا يتغير. الآن هذا الشخص اللي كان متطهر، كان متطهرا قبل ساعة ويشك أنه أحدث أم لا، قلنا يستصحب الطهارة. طيب، استصحب الطهارة ووقف وصلى الظهر والعصر ونوافلهما 24 الظهر والعصر 8 والنوافل 16، هذه 24
وبعد أن انتهى تذكر أنه كان قد أحدث فعلا بعد ذلك الوضوء، صلاته باطلة، انكشف له الواقع. زين، ما له أجر؟ له أجر، إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. الرجل أو المرأة أدوا تعبوا لله عز وجل، هذا مو معناه أنه لا أجر لهم على تعبهم ونصبهم، لكن عملهم باطل. لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، هذا حديث صحيح: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. فالطهور أحد الخمسة التي تعاد منها الصلاة، تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، واحد منها الطهور. فلمن كان أجر له أجر، إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. الرجل أو المرأة أدوا تعبوا لله عز وجل، هذا مو معناه أنه لا أجر لهم على تعبهم ونصبهم، لكن عملهم باطل. لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، هذا حديث صحيح: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. فالطهور أحد الخمسة التي تعاد منها الصلاة، تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، واحد منها الطهور. فلما انكشف له أنه لم يكن على طهور يعيد. من الموارد أنه لو صلى وتبين له في الوقت أنه كان مستدبرا، مستدبرا للقبلة، يعيد. فيها بعض الاستثناءات تخرج. زين، فالكلام أن الظن لا يؤثر على الاستصحاب، هذا الظن هنا أيضا يشمله لفظ الشك، لا تنقض اليقين بالشك. الشك اصطلاحا يطلق على تساوي الطرفين 50%، 50%، ما زاد على 50 51 إلى 99% يعبر عنه بالظن، 100% يعبر عنه بالقطع، أقل من 50 49 إلى 1% وهم. هذه اصطلاحات، لكن المقصود بالشك هنا في الروايات لا تنقض اليقين بالشك، بل تنقضه بيقين مثله. المقصود بالشك ما يشمل الوهم وتساوي الطرفين والظن. نعم، هناك مرتبة من الظن عالية تتاخم العلم، تتاخم القطع، يعبر عنها بالاطمئنان. يعني كثيرا ما توجد أمور لا يقطع الإنسان بها 100%، هناك أمور ما فيها نقاش، يعني يقطع، مستعد أن يحلف أنه الآن هذا الشيء موجود، الآن ليل، أي ليل، تحلف؟ أحلف، ليش ما أحلف؟ ليل الآن، ليل مو نهار، ما فيها كلام، هذا مسجد المزيدي، إيه هذا مسجد المزيدي، أنت الآن موجود هنا، إيه أنا موجود هنا، هذه أمور ما فيها نقاش، يعني أمور قطعية وجدانية. يقال أن ابن سينا الفيلسوف المعروف كان جالسا على ضفة نهر مع إما هو مع أحد تلامذته أو هو مع أستاذه، المهم واحد منهم. فالأستاذ قال للتلميذ: هل هناك ماء في النهر؟ نهر الماء قاعد يمشي متلاطم. قال له: في ماء النهر؟ قال له: اي في ماء. قال: زين، انا الحين اجيب لك 10 أدلة عقلية على ان النهر لا ماء فيه.
قام يسرد له أدلة عقلية. خلص. قال اقتنعت؟ قال لا. قال ليش؟ شلون ترد على هالأدلة؟ أخذ له كف من الماء صب عليه، قال له إذا ماكو ماي هذا شنو؟ الأدلة العقلية وأمثالها، ثم تقف أمام الوجدانيات، هناك أمور وجدانية قطعية. عموما فهذا قطع، وهناك أمور اطمئنانية، يعني قد لا يقطع الإنسان بها 100%، لكن هناك ظن قبل 6 أشهر والإنسان راح شافه وحاطين عليه الأجهزة وضغطه قاعد ينزل وباقي مقدار ساعة ساعتين ويتوفى، مبين حسب الظواهر، هو بعد ما يدري خلى ومشى. الآن عقب 6 أشهر يسألوه فلان توفي؟ قال توفي، انت شفته؟ يقول لا ما شفته عقب وفاته، لكن واضح بعد كان وضعه بهالشكل إلا بمعجزة مثلا فتح عينه، ذيش قضية ثانية، لكن أنا مطمئن أنه توفي. هذا اطمئنان. أو شخص غادر، كان هنا مثلا وعمره 80 عام 90 سنة وسافر وصار للآن 40 سنة ما شفنا، واحد يقول أنا أخل أقرأ له فاتحة، واحد يقول من يقول مات؟ يقول عمي هذا مشى منا عمره 90 سنة والآن 40 سنة مرت، أنا مطمئن أنه توفي. تحلف؟ يقول ما أحلف لكن مطمئن. هناك ظن متاخم للعلم. ولهذا حين شوية نجربين الحديث يمين وشمال باللمعة وشرحها، اللمعة الدمشقية والروضة البهية، يذكرون مسألة أنه إذا الزوج فقد راح سافر وما يندرى وين صار، انقطعت أخباره، المرة شو تسوي؟ واحدة من اثنين، إما أن تذهب إلى الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يقولها صبري 4 سنوات ويبعث من يبحث عنه في الأماكن التي يحتمل أن يكون متواجدا فيها، إذا مرت 4 سنوات وما وجد يطلقها الحاكم الشرعي، تعتد وبعد العدة لها أن تتزوج، وإذا انتهت العدة فرضنا ومو متزوجة وجاء الزوج ما لحق عليها، إذا متزوجة بعد أوضح، فرضوا ما متزوجة انتهت العدة وخلصت، يوم اللي خلصت بين ها وين شنت؟ قال شنت بفلان مكان، تعالي، فرضنا ما تريده تقول له لا ما أريدك مثلا، خلصت العدة وانتهت، إذا جاء في العدة فهو أحق بها. زين، هذا طريق أن تروح للحاكم الشرعي، ما راحت للحاكم الشرعي مثلا لأسباب، تقول أصبر إلى أن أطمئن بأنه توفي. زين، ايش كثر تصبر؟ هذا حسب عمر الرجل اللي غادر، مرة غادر وعمره 30 سنة، مرت 10 سنين يمكن حي، كثير من الناس يعيشون 40 سنة، تقول صارت 20 سنة، 20 سنة إذا حي عمره صار 50 سنة، كثير من الناس يعيشون 60 70، هذا عمر ماشي. إلى يقول الشهيد الله يرحمه باللمعة وشرح اللمعة، يقول تصبر إلى أن يصير عمره يوم غادر 100 سنة، أكثر يعني غاية البقاء في زماننا هذا، زمانه هو الشهيد الله يرحمه، يقول 100 سنة، عادة من يعيش 100 سنة؟ نادر، نادر جدا. فإذا فرضنا هو غادر وعمره 30 سنة، تصبر 70 سنة بعدين تريد تتزوج خلي تروح، ممكن غادر وعمره 90 تصبر 10 سنين حسب العمر، يعني الحد الأقصى اللي حاطه 100 سنة، يقول وأكثره في زماننا 100 عام. اطمئنان، اطمئنان يصير. ما علينا، نرجع إلى مسألتنا.
فإذا كان متيقنا بالحدث سابقا ثم شك في الطهارة، كان يدري محدث من يقول الطهر، يقول مو أنا عادتي أطهر، أنا عادة كلما مثلا قضيت حاجة أتطهر. نقول زين عادتك هذه الحين متأكد اليوم أنك فعلت هالعادة؟ لا مو متأكد، تعتبر نفسك مو متطهر. مثل اللي يروح يقضي حاجة أحيانا هم تصير هالشكل شغلة ولو شوية نادرة، شخص يروح يقضي حاجة ومن يطلع برا المرحاض يمشي له نص ساعة يقول أنا أصلا اتطهرت، طهرت الموضع من النجاسة، صبيت ماي ما صبيت ماي، يقول معقولة يعني أنا طلعت من المرحاض ما غسلت مثلا موضع النجو موضع البول؟ يصير فكرة مشغول متعارك له ويا واحد، أو كان يفكر شلون يطلع ينتقم منه مثلا، أو يخاف من واحد يقول خلي بسرعة نطلع قبل ما يجي، ما يندرى بنادم تعتوره الحالات يمينا وشمالا. يقول اليوم ما أدري شنو القصة، أنا الآن صار له فرضه نص ساعة ساعة طالع من المرحاض، يقول من يقول أنا اتطهرت؟ اي من يقول؟ روح اتطهر، استصحب أنه ما اتطهرت، استصحب، مع أنه عادة الأغلبية الساحقة الماحقة من الناس ما يطلعون هالشكل، يتنظفون ويطلعون. الآن هو شاك يقول ما أدري، ما تدري روح اتطهر، استصحب. بالعكس استصحب الطهارة حتى لو كان عندك ظن قوي 90% أنك قد أحدثت، خلاص ما عندك اطمئنان بالحدث، ما في يقين بالحدث، تستصحب الطهارة. يسأل الآخرين، إذا حب يسأل الآخرين هم يصير، إذا كان في ناس مثلا يمه يسألهم، يسأل أهله يقولهم أنا من طلعت كذا شفتوني توضيت ما توضيت، يسألهم. هذه هم المسألة زينة تنفعنا بهالفرع اللي أردت قوله، قلت ظن غير معتبر. الظن قسمان، هناك ظنون ثبت بالأدلة أن الشرع أمضاها، منها خبر العدل، خبر العدل الواحد، بل خبر مطلق الثقة. إذا شخص عادل أخبرنا بخبر، ممكن نشك في أنه يمكن هذا مشتبه، هذا خوش إنسان، فعلا في ناس هم خوش ناس طيبون، لكن يطلقون أحيانا القول على عواهنه، يسمع له كلمة من هنا كلمة من هنا يصدق مثلا، خوش إنسان من شكك بعدالته، لكن شاكين في صحة خبره، خلص خبر العدل حجة ثبت بأدلة، بل مطلق الثقة، ممكن إنسان مو عادل اصطلاحا، يرتكب بعض المحرمات، يسمع الأغاني مثلا، وفرضه يلبس الذهب مثلا، يستغيب إلى آخره، يرتكب بعض المحرمات لكن لا يكذب، ندري به إنسان لا يكذب، ثقة، خبرنا بخبر يقبل خبره يؤخذ بخبره، حق؟ لا الحين نقول هذا الآن إجمالا يقبل إجمالا. فالآن لو فرضنا هذا الشخص اللي كان مثلا أحدث وخرج ويشك الآن توضأ أو لا، يجي يسأل أهله يقولهم أنا شفتوني توضيت، فرضنا مثلا ابنه قال له إيه أنا شفتك توضيت، وابنه إنسان عادل أو ثقة يعتمد يأخذ بقوله، ومو لازم يكون رجل، هذه مو بينة بالمعنى الاصطلاحي، مرة زوجته بنته أخته عمته أي مرة، قالت له أنا كنت واقفة توضيت أنت قبل 10 دقائق توضيت، ويدري بيها مرة ثقة أو عادلة يأخذ بقولها. زين هذا الحكي يمشي بكل مكان؟ لا،
هناك موارد في الشريعة قررت فيها طريقة معينة لثبوت القضية، منها الشهادة، الشهادة برؤية الهلال. لو واحد يجي عادل يقول أنا شفت الهلال، ما ينفع. الشهادات عموما في قضية بيع وشراء مثلا، شاهد واحد ما ينفع ولو كان عادلا. في عموم موارد الشهادة نحتاج إلى رجلين عادلين، طبعا في موارد اللي رجل وامرأتان، هناك موارد نحتاج فيها إلى 4 شهود رجال، كالفواحش 3 أجلكم الله، الزنا واللواط والسحاق والسحاق، هذه تحتاج إلى 4 شهود رجال حتى يثبت الأمر. لكن إجمالا في غير الموارد التي قرر الشرع فيها شيئا محددا، قول العدل الواحد، قول الثقة يعتبر حجة، حجة حتى لو لم يفد الاطمئنان، لكنه ظن، يقول أنا أظن يمكن هذا مشتبه، نقول له هذا ظن معتبر تأخذ به. أما إذا كان مجرد ظن صرف ما له اعتبار في الشريعة، أظن الصبح توضيت أظن صار حدث، قبل ساعة أحدث يقول أظن توضيت، زين ليش تظن؟ أظن لأن عادتي هالشكل، هذا الظن لا ينفع شيئا. إذن فالحالة السابقة هي التي تستصحب. الآن هناك مسألة ما راح نقولها الآن، يعني طويلة وعريضة، إن شاء الله بكرة نفصلها بس نشير لها، وهي ما لو تواردت عليه حالتان، يدري اليوم هو بال11 قبل الظهر راح أجلكم الله للمرافق، أو شغلتين سوى، قضيتين سواهم، وحدة توضى ووحدة قضى حاجة تبول، بس ما يدري ياهي القبل، أول قضى حاجته أو بعدين توضى حتى يكون على وضوء، أو أول توضى وبعدين قضى حاجته. الحين هذه مو إلا بنفس الوقت، يعني معقولة واحد يروح مثلا يتوضى ورأسا يقضي حاجته؟ عادة ما يسووها. يقول اليوم أنا أدري ساعة، بس الساعة 10 سويت شيء، وفي 11 فعلت شيئا آخر، إما في 10 توضيت وفي 11 صار حدث فالوضوء بطل، أو العكس في 10 صار الحدث وفي 11 صار الوضوء، تواردت عليه حالتان طهارة وحدث، 2 صاروا، لكن أيتهما السابقة وأيتهما اللاحقة لا يدري، ماذا يفعل؟ هذه مسألة خلافية وبشدة بين الفقهاء. قسم قايلين خلاص ما تدري روح توضى، قسم قايلين تلاحظ حالتك قبل الحالتين، قبل هالحالتين، قبل 10 و11، 9 شنو كان الوضع؟ يقول 9 كان حدث، يقول اعتبر حدث، او 9 كانت طهارة، اعتبر طهارة، اترك هالحالتين ارجع للحالة القبل. قسم قايلين بالعكس اعكس الحالة القبل، 9 شنو كان الوضع؟ يقول حدث، يقول اعتبر نفسك متطهر الآن، 9 كانت طهارة، اعتبر نفسك محدث. وكل من هذه الأقوال له طريقة في الاستدلال، إن شاء الله في الليلة المقبلة أفصلها.